أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نتحدث في موضوعين وقفة قصيرة. الموضوع الأول دلالات قرار البرلمان الأوروبي بالأمس، والعنوان الثاني الشعب صاحب القرار، وفي الختام دعوة إلى بناء وطن إنساني في البحرين. على مدى السنة الماضية تصاعدت البيانات والقرارات الحقوقية عددا، فهناك قرابة بيان أو موقف حقوقي تقريبا كل يوم من المنظمات الدولية المختلفة، من البرلمانات ومن الشخصيات العاملة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وأيضا نوعية هذه البيانات أصبحت أكثر وضوح. أصبحت البيانات تشخص واقع انتهاك حقوق الإنسان في البحرين بدون تردد. في السابق السنة الأولى حتى السنة الثانية هناك نوع من التساؤل، هل هناك تعذيب؟ ليس هناك تعذيب. هل هناك اختفاء قسري أو ليس هناك اختفاء قسري؟ تقييم المحاكمات بعد ما صار تقرير بسيوني، بعد ما صارت نقاشات جنيف، وهذه أخذت أشهر وسنوات، وهذا جزء مما لازم نفهمه، نبرمج يعني أنفسنا وعملنا عليه. المجتمع الدولي لا يتحرك بالسرعة التي تتناسب مع المشاكل الموجودة في كل مناطق العالم، وخصوصا أيضا إذا تضاربت مصالح دول نافذة في هذا المجتمع في منطقة معينة. يعني المجتمع الدولي إن شاء الله الآن هذا المثال يكون بعيد عن واقع البحرين وما يقترب من هذا، حتى يتحرك في موضوع توتسي والهود هذا لين في أفريقيا راح 500,000 إنسان في الإبادة الجماعية أو أكثر أو 1,000,000 إنسان. لكن أعود للفكرة، المؤشرات والتي أحدها هذه البيانات الحقوقية تقول بأن المجتمع الدولي شيئا فشيء يدرك حقيقة الأوضاع القائمة في البحرين، فعلى المستوى الحقوقي هذه هي البيانات التي تتتابع. كان من مؤشراتها، أو نترك هذا وروح إلى الفكرة الثانية، الوضوح الآخر في تشخيص المنظمات الحقوقية، والوضوح الآخر في المطالبة من هذه السلطة، في نتجت مجموعة من المطالبات المحددة، وقف الاعتقال التعسفي، وقف المحاكمات، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، مطالبة بزيارة المقرر الخاص للتعذيب، وغيرها من المطالبات المحددة التي تشخص مكان الخلل والفساد في الواقع البحريني. المكان الآخر الذي وجدنا فيه أيضا تصاعد ووضوح يزداد يوما بعد يوم، مراكز الدراسات والبحوث، يعني التقارير التي تصدر من شاتام هاوس، فريدم هاوس، هذا بريطاني وهذا أمريكي، أكبر منظمات تهتم بالدراسات السياسية،
غيرها من المنظمات التي تصدت إلى قراءة أو مراكز البحوث والدراسات التي تصدت إلى قراءة الواقع البحريني، كلها عندها أيضا تشخيص واضح. البحرين هناك حراك شعبي مطالب بالديمقراطية يواجه ويقمع من قبل نظام ديكتاتوري استبدادي استفرادي، وأن النتيجة وفقا لهذه المراكز تترسخ يوم بعد يوم لتنتقل إلى ثقافة عامة ورأي عام دولي حول البحرين. بس مشكلتنا أن هذا الرأي العام، لأن ليست هناك وسائل إعلام محتضنة إلى، يحتاج حتى ينبني، بدل ما ينبني في شهر أو شهرين أو ثلاثة يحتاج إلى سنوات. ولكن كل هذه المنظمات والدراسات والمراكز البحوث والدراسات، البحرين في نقطة يعني افتراق أو منعطف طريق، وتجاوزت بتعبير، شوفوا هذا اللي ينعكس بعدين في شكل حديث السياسيين أو في شكل فهم السياسيين. في البرلمان البريطاني قبل أسبوع أو شيء كانوا يستعرضون موضوع البحرين من خلال بعض الأسئلة والأجوبة، فواحد منهم يقول البحرين وصلت إلى مرحلة نقطة اللا عودة، أما تأخذ لواء إصلاح حقيقي وجدي يستجيب إلى تطلعات البحرينيين نحو الحرية والتحول نحو الديمقراطية وتوافق حقيقي، وإلا تروح في الاتجاه مزيد من الاصطدام ومزيد من العنف ووصولا إلى الاقتتال. وهكذا تتجه أغلب الدراسات التي تناقش موضوع البحرين، تقرأ موضوع البحرين. فهناك مزيد من الوضوح عند هذه المراكز وهذه الدراسات. النبرة السياسية وهي أصعب مؤشر وأيضا أهم مؤشر، هي آخذة أيضا في التقدم البطيء من العبارات يعني غير الواضحة أو الدبلوماسية أو شديدة الدبلوماسية أو حمالة الأوجه المتعددة إلى عبارات أكثر وضوح، لم تصل إلى حد الوضوح الكافي. ولكن البحرين بحاجة إلى توافق سياسي، البحرين بحاجة إلى حل جذري، البحرين بحاجة إلى حل حقيقي، البحرين بحاجة إلى حل سياسي جاد يستجيب إلى مطالب شعب البحرين. ساعات تجي عبارة رئيس أوباما تكلم عنها مبكرا ولكنها الآن أخذ أكثر فأكثر وفقا للمعايير والمقاييس الدولية، وفقا إلى القيم العالمية الثابتة. يجب الاستجابة لمطالب شعب البحرين وفقا للقيم العالمية السائدة، المقاييس المواثيق الدولية، هذه المقاييس العالمية السائدة. يعني ما تجيب حل في البحرين تقول أبوي وجدي وتقول فتح وتقول شيء من هذه الخزعبلات. في رؤى في رؤى إنسانية مستقرة، من هذه الرؤى الإنسانية المستقرة المساواة بين الناس، المساواة بين المواطنين، حرية التعبير، حرية التجمع، من هذه الأمور الديمقراطية لا الاستبداد. هذه معايير إنسانية أصبح العالم ينظر إليها في إفراز الحل في البحرين، ساعات يشدد عليها ساعات يشوف العبارة مرتخية. العبارة المطلوبة، البحرين بحاجة إلى تحول ديمقراطي مثل سائر خلق الله. لا زالت العبارة ما هي واصلة إلى هذا الحد، ولكن آخذة في التحول إلى هذا الاتجاه. المراوحة التي شاهدناها في السنتين الماضيتين في القرار السياسي هي أيضا في مرحلة يعني إن شاء الله الانتقال، يعني في الإدارات الهامة نبقى على هالطريقة لو لا صار الوقت لازم ندعس في البحرين، لازم نسوي حل في البحرين. الحديث والنقاش مستمر، ومزيد من المؤشرات أن تكون في خطوات أفضل لصالح مطالب هذا الشعب العادلة في الإدارات السياسية الهامة على مستوى المجتمع الدولي. هذه بعض المؤشرات على هذا النوع من التوجه الدولي
الذي يصب لصالح شعب البحرين، لأن لديه قضية عادلة، لأن لديه قضية عادلة، لأن لديه قضية محقة. إدانة 47 دولة في بيانها في الاجتماع العام لمجلس حقوق الإنسان، حديث المفوضية السامية المستمر عن الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، تقرير المقررين الخاصين عن الاعتقال التعسفي بأن اعتقال نبيل رجب هو اعتقالا تعسفيا بالرغم من خضوعه إلى المحاكمات والشكلية وما شابه ذلك، مما يفضي إلى أن كل هذه المحاكمات الشكلية إلى المطالبين بالحرية والديمقراطية لا اعتبار لها وليست في نظر المجتمع الدولي محل اعتبار، وإنما هو موجود هنا قمع واعتقال تعسفي. تقرير لجنة شؤون الخارجية في البرلمان البريطاني الذي تبنى في المحصلة النهائية مالته وقراراته وجهة نظر المعارضة بنسبة أكثر من 90% على المشاكل الموجودة، وذيل بيانه أو ذيل هذا التقرير بمجموعة من التوصيات تمثل مطالب المعارضة ومطالب شعب البحرين، قرار البرلمان الأوروبي بالأمس الذي أيضا تبنى وجهة النظر الشعبية وطالب هذا النظام بمجموعة من المطالبات على رأسها وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وحدد ثلاث شخصيات كنماذج إلى هؤلاء المعتقلين: سيد نبيل رجب، سيد عبد الهادي الإخواجة، سيد إبراهيم شريف. وفي هذا التحديد دعوة إن إحنا أيضا حتى نفهم كيف يفكر المجتمع الدولي، لن يطالب المجتمع الدولي أو يضع ضغطا إلى شخص متهم إذا ما تأكد أن هذا الاتهام باطل 100%، إلى شخص متهم بالقيام بعمل عنيف إذا ما تأكد ما بيسوي شيء، إذا ما تأكد ما بيسوي شيء. تعرفون شخصية خليل مرزوق؟ خليل مرزوق شخصية معروفة في المجتمع الدولي وإلى علاقات شخصية بهذا المجتمع وعامل فيه. لما حاولوا أن يتهموه بفكرة دعم الإرهاب أو بفكرة دعم نشاطات عنيفة أو ما شابه ذلك، أخذنا مدة في المجتمع الدولي حتى نقنع المجتمع الدولي أن هذه تهمة كيدية ليست حقيقية. قال لازم تجيبون الشريط بالكامل، ولازم أشوف النص، ولازم أشوف الصورة، ولازم أشوف كذا. شوف كيف الأمر. لذا هذا التسمية من البرلمان الأوروبي مؤشر إلى أبنائي، إلى بناتي، إلى إخواني، إلى الناشطين، إلى القوى السياسية: تمسكوا بالأطر السلمية، انتموا إلى المجتمع الإنساني في المطالبة، سوف تكون لوجودكم وحركتكم فاعلية كبرى. كنتم في الشارع، نبيل رجب برا الشارع شخص مؤثر وهو فرد، ونبيل رجب داخل المعتقل شخص مؤثر ويترك ضغط. ما؟ رئيس الفرنسي يذكر اسمه، تقرير البرلمان الأوروبي يذكر اسمه، منظمات الدولية تذكر اسمه، الأمم المتحدة تذكر اسمه. وين مصدر القوة؟ المطالبة بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان بطريقة سلمية واضحة. كل واحد من عندنا يقدر يتحول بهذا المعنى إلى نبيل رجب. صحيح نبيل لأنه شخصية معروفة سابقا، ولكن هذا هو الطريق. هذا إذا تريد تحط معادلة ضاغطة على هذا النظام ما يقدر يسوي فيها شيء، ما يقدر يسوي فيك شيء. استمر بجد وبفاعلية في المطالبة بحقوقك وتمسك بالأطر السلمية، ما يقدر يسوي لك شيء. سينخنق باستمرار، كل ما يسوي فعل يخنق نفسه أكثر، يلف الحبل على رقبته أكثر فأكثر. قرار البرلمان الأوروبي الذي صوتت له 48 دولة من 55 دولة وامتنعت 7 دول عن التصويت ولم يوجد له معارض، مؤشر على هن. وعليكم السلام، استريح حبيبي. يعطي مؤشر على أن هذا النظام ليس له من ناصر، لا أحد يقبل بحملة العلاقات العامة التي يقوم بها النظام ويبذل في سبيل القيام بها من أموالنا الملايين، لا مشتري لها
ما في دولة في 55 دولة ترضى أن تربط نفسها بهذا العار الذي يقوم به النظام. ما أحد يرضى يربط نفسه بهذا العار. 48 دولة من المجتمع الأوروبي معكم، معكم أيها الشعب، معكم في مطالبكم. مؤشر آخر، حديث الرئيس أوباما في الأمم المتحدة لأكثر من مرة، وكان في الحديث الأخير، كلها مؤشرات هامة وجادة على أن المجتمع الدولي ينظر للسلطة في البحرين بازدياد على أنها سلطة استبدادية منتهكة لحقوق مواطنيها الأساسية، ويتزايد التفهم والتعاطف من المجتمع الدولي بأبعاده المختلفة مع شعب البحرين، يعني الحقوقي والسياسي والإعلامي مع شعب البحرين، ثقتنا أولا بالله سبحانه وتعالى، فكل العمل بدون توفيق الله سبحانه وتعالى هباء. أولا يجب أن يقصد وجهه، وبعد ذلك يوكل الأمر إليه، فتوفيق الله سبحانه وتعالى هو فوق كل شيء. ثم ثبات هذا الشعب واستمراره في المطالبة بحقوقه بطريقة سلمية يكسبنا المزيد من المساندة في المجتمع الدولي يوما بعد يوم. فالاستمرار أيها الأحبة وبسلمية هو الطريق إلى تحصيل مزيد من الدعم من هذا المجتمع الدولي لتغيير هذا الواقع المنكوب في بلدنا البحرين. العنوان المؤجل والذي يدخل عليه مناسبة 14 فبراير، الشعب صاحب القرار. سؤال: ماذا نفعل نحن في هذه الفترة الهامة والحساسة من تاريخنا كشعب؟ العنوان الأول: الاستمرار في الثورة بصورة سلمية، وأؤكد على البعد السلمي عبر كل الأنشطة السلمية. لا يجوز التراجع، لا يجوز الفتور، لا يجوز إيكال الأمر إلى مجموعة محددة فقط. كلنا يجب أن نواصل الثورة. عاد يقول أنا ما اشتركت إياك، ما اشتركت على هواك. كل من حضر في 14 فبراير وذهب إلى دوار اللؤلؤة في 17 فبراير، واستمر في الحضور في مارس، استمر في الحضور في سنة 2011 و2012 و2013، لا يجب أن يتخلى ولا يتراجع خطوة واحدة في سنة 2014. سنة 2011 و2012 و2013 ليست فقط معاناة شعب عامة في 3 سنوات، وإنما معاناتنا لمدة عقود من الاستبداد والظلم والتهميش وغيرها. هذه المعاناة تفجرت في هذه اللحظة في هذا البعد الشعبي العام، فالتفريط فيها بعد كل النتائج التي تحققت والتي أشرت إلى واحدة منها في مقدمة الموضوع الأول، هو تفريط مو في معاناة 3 سنوات، مو في هالقد شهيد سقطوا في هذه الثورة، ولا في هالقد 1000 بيت انتهكت، ولا في هالقد 1000 عرض انتهك، وإنما في معاناتنا لمدة عقود طويلة. اليوم قطعنا بهذه الثورة مسافة طويلة نحو إنسانيتنا. التوقف، التراجع، التباطؤ معناه تفريط في إنسانيتنا وإنسانية أبنائنا إلى مدة يعلم بها الله سبحانه وتعالى متى تأتي مجددا الثورة أو تأتي مجددا الظروف الملائمة. ورغم صعوبة الثورة وكلفتها، إلا أنها تحقق نجاحات صعبة، تحقق نجاحات وتقدم، ولكن صعب، مر، مكلف، ولكنها بإذن الله منتصرة، بإذن الله منتصرة، بإذن الله ماضية نحو أهدافها. الأمر الثاني: المتابعة الواعية والدقيقة للتطورات في الساحة المحلية وأيضا التطورات الإقليمية، وعدم السماح إلى حالة من تسطيح الوعي إلى المخططات الرسمية في تفتيت الثورة
أو اقتطاع الثورة. هناك فشل ذريع يجب أن يستمر. حاولوا مع العلماء فلم يجدوا لهم عالما ينتمي للاستبداد، ينتمي للظلم يدافع عنه، ما عندهم أحد. حاولوا أن يبحثوا عن شخصيات وطنية إلها وزن تدافع عن القمع، تدافع عن القتل، تدافع عن، لم يجدوا أحد. هذا ناتج من مستوى وعي. وحاولوا أن يقسموا الفصائل الثورية والفصائل السياسية، وكانت نتائج هذه المحاولات محدودة. هناك اختراقات أمنية، آمن عنده قدرة يبطش بالأولاد، يبطش بالناس ويجبرهم على العمل معه، أو يغري بعض ضعاف النفوس، وهذه في كل الدنيا. الإسرائيليين عندهم عملاء فلسطينيين، وذاك الإنجاز. الحالة العامة متماسكة، الحالة العامة متوحدة. حاولوا عبر الانترنت يخلقون مواقع فتنة وكتابات بأسماء مستعارة وغيرها من ال، وكان الله سبحانه وتعالى يسدد هذه الثورة ويبقي لحمتها مشدودة إلى بعضها البعض في هذا المسير. مزيد من الوعي في هذه المرحلة، مزيد من يعني فهم السياسي، تطوير وعينا وفهمنا السياسي باستمرار لمواكبة ما يمكن أن ينتج من تحديات للانعطافات التي نمر بها اليوم أو غدا أو بعد غد. كل المنعطفات قد تكون هامة وحاسمة. في أساسيات أحبائي إذا تمسكنا بها الله سبحانه وتعالى يعصم هذه الثورة. أولا وجه الله. كل فصيل من فصائل القوى السياسية والثورية التي تطالب بالتغيير الحقيقي تنظر إلى من؟ تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، إلى هذا الشعب الكريم ثانيا بكل مكوناته. كيفية يعني إنقاذ هذا الشعب، إنقاذ هذا الوطن، تحقيق مصالح هذا الشعب الحقيقية، احترام الآخر. نختلف في وجهة نظر، نختلف في السقف، نختلف في الأسلوب، ولكن أحترمك وتحترمني، أقدرك وتقدرني، شد جرحي وشد جرحك. على هذا الشعب الكريم أن يتفاعل بشكل بناء وإيجابي ويقدم المقترحات ويناقش الأفكار، ومن حقه أن يعترض، ومن حقه أن يبدي وجهة نظره بطريقة فاعلة وبناء وإيجابية، ولذلك طرق خاصة وطرق علنية، ولكن عمل يكمل، عمل يتفاعل بشكل إيجابي. روح الهدم ما لها مكان في ظل الثوار، روح الانتقاص من جهد الآخرين ما لها مكان. لو شفتون شخص ينتقص من الآخرين خلوه على برد، هملوه. الشعب صاحب القرار هو كانت العنوان، هذا العنوان هو كان روح الخطاب ينتهي بهذا المعنى. ثم ليعلم الشعب أنه صاحب القرار النهائي في الموافقة أو الرفض لما يمكن أن يطرح من توافقات أو مدعيات حلول أو دعاوي حلول، ولا أحد يستطيع أن يفرض على هذا الشعب الواعي المتابع الحاضر في الساحات خلاف مصلحته وخلاف إرادته. هذا هو موقع الشعب. الشعب الواعي هو سيد نفسه. الذين يتقدمون الصف كقيادات يقدمون رأي، يقدمون وجهة نظر، يقدمون شرح، يقدمون كذا، ولكن القرار النهائي عند من؟ القرار النهائي عندكم، عندكم عبر وعيكم، عبر فهمكم، عبر حضوركم. هذه مسؤولية. أنا مسؤوليتي السياسية أبحث وأقرأ تجربة الأرجنتين، وأقرأ تجربة جنوب أفريقيا، وأقرأ تجربة إيرلندا، وأقرأ تجربة اليمن، وأقرأ تجربة سوريا، وأقرأ كل التجارب حتى أحاول أن أضع خططي السياسية.
نحن كشعب أيضا مطلوب من عندنا أن نعي المرحلة ونكون على مستوى الوعي في اتخاذ القرار. إحنا شعب يتميز بالعاطفة، مو عيب في إن عاطفتنا، ويتميز بالطيبة والبساطة، مو عيب في إن طيبتنا وبساطتنا، ولكن عاطفتنا يجب أن ترتقي بالوعي، وبساطتنا يجب أن لا تسمح لأحد بخداعنا. ما عاد يقبل بعد كل هذا النضال وبعد كل هذا التاريخ أن البساطة تكون مدخل للخداع، انتهى، وأن طيبتنا تكون مدخل إلى خداعنا، ما في إمكانية. يجب أن لا تكون في إمكانية شعبية. وبمناسبة هذا المعنى، مع انسجاما مع عنوان الشعب صاحب القرار، ولقرب الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق ثورة 14 فبراير، هذه بعض الكلمات. الثورة ملك لجميع الشعب وجميع فصائله، والله سبحانه وتعالى يقدر لكل شخص ولكل فصيل جهده، ومن يبحث عن عطاء عند الناس فهو يبحث عن عطاء الخسران. العطاء الحقيقي هو عند الله سبحانه وتعالى. فالثورة ملك للجميع، كل من ساهم فيها وفي إفرازها وفي وضعها وفي تحريكها، والثورة أمانة في رقبة الجميع من أجل أن تستمر. ملك للجميع وأمانة في رقبة الجميع. أدعو إلى التنافس والتكامل الإيجابي في الأنشطة السلمية المطالبة بحقوق هذا الشعب، والابتعاد عن التنافس السلبي أو قطع الطريق على فعاليات هذا الطرف أو ذاك الطرف، وأدعو للمشاركة بفاعلية في برامج إحياء الذكرى الثالثة للثورة عبر البرامج وتحتها ثلاث خطوط السلمية من أي فصيل كانت. أدعو إلى التفاعل بقدر إمكانكم مع كل الفعاليات في إحياء ذكرى الثورة الثالث من أي فصيل كانت، بشرط السلمية والانسجام مع المعايير الدولية في ممارسة حق التجمع والاعتصام والاحتجاج. فهذا هو الذي جاب اسم نبي رجب، وجاب اسم عبد الهادي، وجاب اسم إبراهيم شريف. خلنا يكون أسامينا إذا اعتقلنا ضمن هذا الأسماء، حتى نكون ضاغطين وإحنا برا ونكون ضاغطين وإحنا داخل المعتقل. وأشدد الدعوة على فعاليات محددة في هذه في الأسبوع القادم. يوم الخميس أدعو إلى المساهمة والمشاركة في التوقف عن مراجعة الوزارات. ما أدعو إلى عدم الذهاب للعمل، الناس اللي يشتغلون في الوزارة بيروحون للعمل، ولكن أنا عندي معاملة في الوزارة مو لازم أسويها الخميس، أسويها الأربعاء، أسويها السبت الجاي، أسويها الأحد الجاي، إلى مقاطعة الوزارات والتردد على الوزارات في يوم الخميس للقيام بالأعمال أو غيرها من المواقع. كما أدعو إلى وقف التبضع في هذا اليوم، تعبير سلمي، تعبير عن نوع من الاعتراض، نوع من الجسم على الواقع المنكوب الموجود. ليلة الجمعة التكبير لمدة نصف ساعة انطلاقا من الساعة 9 تماما، ولكن يجب أن يكون تكبيرا كما كانت التكبيرات الأولى في مارس، بحيث يؤشر على مدى امتداد هذه الثورة في كل مكان. ليلة الجمعة نحاول أن نطلق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة للرأي العام العالمي، نخاطب فيها السيد بان كي مون، نخاطب فيها السيد أوباما ورؤساء الدول المهمة والمؤثرة والشخصيات العالمية المؤثرة. نريد أن نوصل رسالة شعب ينتفض في ذكرى الثورة إلى ضمير الإنساني، إلى الضمير العالمي.
نطالبهم فيها باتخاذ واجبهم بالقيام بواجبهم الأخلاقي والقانوني تجاه شعب البحرين الذي يطالب بالحرية والديمقراطية. يوم السبت يوم 14 فبراير، يوم الجمعة بتكون عندنا صلاة، ولكن لن تكون لنا دعوة إلى مسيرة. تركنا هذا اليوم حتى لا يصير في تضارب مع فعاليات أخرى يمكن أن يقوم فيها الشباب أو يقوم فيها أي أحد آخر، نوع من رغبة عدم أي تقاطع أو اصطدام أو ما شابه ذلك. يوم السبت ستنطلق مسيرة في شارع المديع، نريد لها أن تكون أحد المحطات الهامة التي تقول للعالم هنا شعب انطلق في 14 فبراير 2011 ولا زال مستمر في الانطلاق إلى سنة 2014 وسيستمر، وعليك أيها العالم مسؤولية أخلاقية للنظر إلى هذا الشعب. نريد صورة حضور شعبي بأكبر قدر ممكن. كل واحد منكم أدعوه إلى المشاركة في هذه الفعالية، وإلى دعوة كل من يستطيع إلى المشاركة في مسيرة يوم السبت 15 فبراير بكل وسائل الدعوة الممكنة وبالتي هي أحسن الناس بالأحرار، ولكن علينا أن نقوم بدعوة الناس إلى المشاركة من أجل أن ينظر العالم إلى هذا الشعب، والعالم ينظر إليكم. هذه النتائج التي تجدونها في البرلمان الأوروبي، وتجدونها في خطاب هذا الرئيس، وتجدونها في هذا البيان، وتجدون هذه بفعل ماذا؟ أحد أهم وسائلها وجودكم الشعبي، وجودكم الشعبية المستمر. هذا النضال المستمر هو الذي يكسب لنا مزيد من الأصدقاء، يكسب لنا مزيد من التقدم على المساحة المحلية والإقليمية والدولية نحو حقوقنا. الحضور الجماهيري المتواصل هو أحد الطرق التي أوصلت قضيتنا إلى دائرة الاهتمام العالمي الذي نشهده هذا اليوم، وإن هذا الحضور الدائم والفعال هو أهم وسائل الوصول إلى تحقيق مطالبنا المشروعة. وأشدد على كل الفعاليات، وأعود لأشدد على الدعوة إلى الابتعاد عن العنف والتمسك بالأساليب السلمية في إحياء الذكرى الثالثة، وإلى دعم كل الأساليب السلمية وكل الفعاليات من أي فصيل كان. في هذه الوقفة التي تقترب من 14 فبراير أقول دعوة لصنع واقع إنساني جديد. إن واقع البلاد المنكوب بفعل الاستبداد هو واقع مجلل بالعار والخزي لمن يصنع الاستبداد أو يدافع عن الاستبداد أو يصمت عن الاستبداد. تعالوا نصنع واقعا سياسيا وإنسانيا جديدا نساهم فيه بدل إنتاج الدكتاتورية والاستبداد والدفاع عنها بإنتاج الديمقراطية وبنائها واحترام المواطن. تعالوا بدل صناعة القمع والقتل والتمييز والتهميش والتجنيس وسرقة المال العام، تعالوا إلى بناء وطن الإنسان الذي تحترم فيه إنسانيته ومواطنيته، وبدل الاستفراد بالثروة وبالقرار إلى المشاركة في القرار والعدالة في توزيع الثروة. تعالوا نصنع من البحرين بلدا حرا ديمقراطيا يحتضن جميع أبناء على قاعدة المساواة والمواطنة بدون إقصاء أو تمييز. تعالوا نبني واقعا نرتاح فيه جميعا، يستقر فيه الوطن ويدخل إلى خط التنمية الحقيقي، ونواجه التحديات الحقيقية التي تواجه الشعوب الأوروبية والأمريكية والإنسانية في مختلف مناطق العالم. تعالوا نخرج من هذه اللعبة ومن هذه العبثية في إضاعة جهود هذا الوطن
تعالوا نحتضن أبناءه جميعا بدون إقصاء أو تمييز، ونقدم نموذج قادر على التعايش مع ظروف الحياة الصعبة والمتقلبة. الطريق إلى هذا واضح، سبقتنا الأمم المتحضرة إليه، لا نحتاج أن نكتشف البوصلة من جديد. القبيلة لا يمكن أن تصنع وطن، والطائفة لا يمكن أن تصنع وطن، والعرق لا يمكن أن يصنع وطن ناجح. ما يصنع وطن ناجح هو الإنسانية المتساوية، المواطنة المتساوية، الديمقراطية وليس الاستبداد، الحرية وليس القمع. هذه هي الأسس التي قامت عليها جميع الأوطان التي تقدمت والتي استقرت. تعالوا إلى ذلك. اللهم اجعل هذا الوطن آمنا، وارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. وفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.